عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسي ومالي من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. سد الفتحات، أو كرر سبق اللسان خطأ في ذكر الخوخة على أن الخيمة سبق لسان الخوخة الفتحة. وهنا ذكرت أمور، وردت أحاديث في فضل علي رضي الله عنه، والأحاديث في فضل علي كثيرة جدا، ولكن من الأحاديث: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب علي، إلا باب علي. الأحاديث التي وردت في ذكر باب علي ليست في القوة كالأحاديث التي ذكرت في باب أبي بكر، فالأحاديث التي ذكرت في فضل لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر أو إلا خوخة أبي بكر، المراد أثبت وأصح من التي وردت في شأن علي. وورد في شأن علي عدة أحاديث: لا يبقين في الباب في المسجد باب إلا سد إلا باب علي، وهو ضعيف من كل الطرق، لكن هل تتقوى ببعضها ويصحح الحديث بمجموع طرقه أيضا في شأن باب علي أو لا يصحح؟ وجهان للعلماء، والجمع ممكن أن يقال إن الخوخ باب صغير وإن الباب باب كبير، فكأننا نستطيع الجمع إذا صح الخبران بأن نقول: لا يبقين خوخة، يعني من الخوخات الصغيرة، فكان لكل صحابي أو لكثير من الصحابة خوخة توصله للمسجد من اتجاهه بدل من أن يلف للناحية الأخرى، فسدت الخوخات إلا خوخة أبي بكر على أنها الخوخة الصغيرة، أما الباب الكبير فيكون لعلي إن ثبتت الأخبار بذلك أو العكس، والله أعلم. وصلِّ اللهم على نبينا محمد وسلم.